نحن الآن مقبلون على مرحلة التعددية القطبية التي أصبحت ضرورية جدا للتعامل مع ما يجري في العالم، وبالتالي فتوسيع آفاق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية سيكون منعطفا جديدا يفتح أبواب كبيرة للتبادلات التجارية، للتبادلات الاقتصادية، ولكن أكبر من ذلك هو ما أعلن الآن قبل قليل، هو توسيع آفاق التعاون بين الصين والدول العربية من مرحلة تجارية اقتصادية إلى استراتيجية. قمة العربية الصينية سيكون لها تأثير كبير على المنطقة. الصين بلد يريد التنمية، يريد الازدهار، يريد الاقتصاد، لذلك نحن أيضا متفائلين والمنطقة العربية متفائلة بالتواجد الصيني في المنطقة، لأن الصين ليس لها أطمع كما يحدث من بعض الدول الغربية. نتطلع بشكل بترحاب شديد لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المنطقة. أيضا هناك حالة من حالات الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه الزيارة، سواء في منطقة الخليج أو في معظم الدول العربية. أنا إعلامية مصرية وقد أتيت لتخطيط هذه القمة بشكل خاص، لأنه نتوقع أن يتمخض عنها الكثير والكثير، سواء من اتفاقيات على الجانب الاقتصادي ومذكرات التعاون والتفاهم، أو أيضا من تفاهمات على الصعيد السياسي. فنهتم جدا بزيارة الرئيس الصيني، ونهتم جدا بمستوى العلاقات الصينية العربية الخليجية. نحن ننتظر نتائج هذه القمة، وبطبيعة الحال التعاون بين الدول هو دائما أمر محبب، فكإعلام دورنا هو أن نواكب هذه القمم ويعني ننقل الخبر فور وروده.